كشفت مصادر صحفية لوكالة أنباء الأناضول عن وجود تحركات مريبة داخل القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في وقت رشحت فيه الأخبار عن وجود محاولة انقلابية تم إحباطها في الأيام الماضية. وأكدت مصادر صحفية شن حملة اعتقالات واسعة وسط قيادات الجيش حتى الآن شملت كل من رئيس الأركان الفريق هاشم عبد المطلب وقائد المدرعات اللواء نصر الدين وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر. ميدانيا خرج مئات الطلاب الجامعيين في مسيرات وسط العاصمة الخرطوم لتأبين قتل الحركة الطلابية الذين سقطوا خلال الأحداث التي تلت عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وردد الطلبة شعارات تطالب بالدولة المدنية والقصاص لضحايا الثورة. شهود عيان أفادوا أن السلطات الأمنية منعت المسيرة الطلابية من الدخول لحرم الجامعة. لأنه هي بدت بها ثورة طلابية أولا، من بداية الثورة ثورة طلابية، ولأنه نحن دوزينا بلد دي مدنية ديمقراطية حرية سلام وعدالة، حقيقية سلام وعدالة، حرية سلام وعدالة، فنحن هنا من السودان نرسل لكل العالم. تنضم إلينا من الخرطوم مراسلتنا سالي عثمان. سالي، ما هي التفاصيل حول هذه الأنباء عن وجود محاولة انقلابية في صفوف القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية؟ وكذلك ما هي التفاصيل أيضا حول تعثر المفاوضات مع الجبهة الثورية في أديس أبابا حول الخلاف من أجل نيلها مقعدين في المجلس السيادي؟ نعم، صباح الخير. بالفعل هنالك أنباء وردت حول تحركات غريبة في محيط القيادة العامة في اليومين السابقين. هذه التحركات لم يكن وراءها أي شيء واضح بالنسبة للمراقبين، ولم يكن هنالك أي يعني بيان واضح وصريح حتى هذه اللحظة من القوات المسلحة وقيادات القوات المسلحة بشأن هذا الموضوع. ولكن يعني هنالك تأكيدات من مصادر صحفية مقربة لمصادر عسكرية حول حدوث يعني موجة من الاعتقالات وسط قيادات الجيش السوداني، وأيضا وسط يعني أسماء نافذة على رأسهم علي كرتي وزير الخارجية الأسبق والذي ينتمي إلى المعسكر الإسلامي أو إلى الجناح الإسلامي أو إلى الفصيل الإسلامي بغض النظر. فيعني هنالك حديث عن محاولات انقلابية أو محاولة انقلابية عفوا، يعني جراء هذه المحاولة جاءت هذه الاعتقالات، ولكن كما ذكرت حتى هذه اللحظة ليست هنالك أي تصريحات أو بيانات كما حدث في المحاولة الانقلابية الأخيرة التي تحدث فيها المجلس العسكري بصورة واضحة أن هنالك محاولة انقلابية تم إفشالها وتم اعتقال عدد 18 ضابطا من رتب مختلفة. حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان بصورة رسمية، ولكن الاعتقالات والتنظيم يعني في داخل المؤسسة العسكرية إذا صح التعبير، تنظيم صفوف ويعني محاولات انقلابية متتالية، هي الأحداث التي سيطرت على الساحة العسكرية في الفترة السابقة بحسب بيانات المجلس العسكري الذي ظل يردد أنه يعاني وإن لم يتحدث في كثير من الحالات عن هذه المحاولات الانقلابية. عفوا، السؤال الثاني كان بخصوص. لا بأس بذلك، شكرا لك مراسلتنا سالي عثمان، كنت معنا من الخرطوم.